بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. اسمحوا لي ان احنا نكمل مع بعض السلسلة اللي بدأناها من شغل التريكو. عندنا النهاردة أهم حاجة في شغل التريكو، اللي هو ازاي ننهي الشغل بتاعنا ونخلصه من الإبرة، يعني آخر سطر إزاي ننهيه وننهيه بنظافة وما يأثرش على الشغل بتاعنا. أنا عاملة نموذج للغرزة العدلة. طبعا اللي التقفيل الغرزة العدلة أو الغرزة المقلوبة، الاتنين زي بعض بالظبط، وعندنا طريقتين من إنهاء الشغل التريكو. إن شاء الله هناخدهم في الفيديو ده. هنبتدي كده، نسمي الله. انا هعمل على النموذج بتاعي ده. اول طريقة عندنا، بسم الله، هاخد اول غرزتين، هاخدهم مع بعض. انا طبعا النموذج بالغرزة العدلة، فانا هنهي بالغرزة العدلة. لو انا عاملة غرزة مقلوبة هنهي بالغرزة المقلوبة. اذا عاملة سطر عدل او غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، هشتغل عدلة غرزة عدلة وهشتغل مقلوبة غرزة مقلوبة. متفقين كده؟ يعني زي ما الباترون معمول انا همشي عليه بالظبط. فالنموذج بتاعي غرزة عدلة، فانا همشي على الغرزة العدلة. هاخد غرزتين كده حبايبي مع بعض وهقفلهم بالشكل ده، اشتغلهم غرزة عدلة عادي خالص، الف الشغل وارجع الابرة بالشكل ده اهو. تاني الف الابرة، الخيط على الإبرة اللي هنقل عليها اللي هي في اليمين، وهسحب الخيط من تحت بالشكل ده واطلع الغرزتين. أصبح عندي عملت الغرزتين غرزة، يعني نقصت غرزة. هاجي حبايبي أرجع الغرزة دي، أرجعها في الإبرة الشمال بالطريقة دي. هاجي هنا اخد غرزه من الجديده مع غرزه من القديمه، يعني غرزتين برضو مع بعض. الف الخيط على الابره اليمين وبالطريقه دي اسحب الخيط واطلع الغرزه، ارجع تاني الغرزه على الابره. يبقى انا دلوقتي كده نقصت كمان غرزه، يبقى نقصت غرزتين، وهكذا ناخد غرزة من الجديدة مع غرزة من اللي احنا ايه اللي احنا مرجعينها بالطريقة دي اهي، وادمجهم في غرزة واحدة، وارجع تاني الغرزة على الابرة اليمين. ناخد غرزة من الجديدة بالشكل ده اهي، الطريقة دي، وارجع تاني الغرزة معايا. اخد غرزة من الجديدة مع الغرزة اللي احنا حطيناها على اليمين على الشمال اهي، ورجعت الغرزة عادي خالص على الابر. طبعا ده اهم حاجة في الشغل بتاعنا، ان احنا ازاي نطلع بقى الشغل بتاعنا والمنتج بتاعنا نطلعه من على الابرة بكل نظافة اهي بالشكل ده. تاني غرزة من الجديدة مع الغرزة اللي حطيناها بالشكل ده، تاني اهي بالطريقة دي. لا معلش انا محطيتهاش اهي، ارجعها تاني واخدهم من الاتنين بقى اخر ايه غرزة معانا. تمام كده، اصبح عندنا غرزة واحدة بس. هنهيها ازاي؟ اجيب المقص واقص من بعيد شوية كده الخيط، وهاجي ادخل الطرف ده ادخله في الدايرة بالطريقة دي، واشد الخيط عادي خالص وايه اقطع الخيط. بقى عندي القطعة بتاعتي من هي نهاية نظيفة ومظبوطة،
الشغل بتاعي ان شاء الله مظبوط اهو. ده كان الغرزة بتاعتنا النهاردة. هنشوف الطريقة التانية، ابتدي اعمل الطريقة التانية مع حضراتكم. هوريكم ايه من البداية هنعمل ايه. سطر البداية في طبعا بداية انا قلتها لحضراتكم اللي هي سهلة نربطها على الابرة بس، وفي طريقة تانية اللي هي زي طريقة الكروشيه بالظبط اللي احنا بنبتدي بيها شغل الكروشيه، ان انا بعمل دايرة بلف الدايرة كده، وبعد كده بقى ايه بحطها بالشكل ده على الخيط الاساسي اهي، قلبت الدايرة يعني الدايرة اهي دي برضو مظبوطة اهي، وقلبت الدايرة على الخيط تمام. هسحب الخيط من النص، اسحب الخيط ده اهو من النص بالشكل ده كده، اصبحت عندي اول ايه اول عقدة هنحطها على الابرة واشد الايه العقدة دي برضو بداية مظبوطة. نبتدي نعمل سطر كده بداية عشان نعمل ايه الطريقة التانية للتقفيل الشغل بتاعنا. طبعا احنا خدنا الطريقة دي قبل كده، انا هعمل بس عدد قليل عشان ايه ما اطولش على حضراتكم. دي الطريقة التانية، اللي يحب يعمل بأنهي طريقة او الاسهل ليه مفيش مانع بالشكل ده. ده اخر غرزة عشان ايه يبقى الفيديو مش طويل. هشتغل بقى كذا سطر، انا اشتغلت كذا سطر كده. هاجي يا حبايبي اشتغل غرزتين عادي خالص، ده واحد اتنين، دي مختلفة شوية عن اللي فاتت بالشكل ده. هاجي بقى بإيدي او بالإبرة التانية، بإيدي او بالإبرة التانية هطلع الغرزة اللي ورا دي هطلعها فوق واطلعها من على إبرة اهي. الغرزة اسحبها بإيدي كده اطلعها تعدي الغرزة اللي قبلها واطلعها خالص من على الإبرة، اصبحت الغرزتين غرزة بالشكل ده. اجي بقى اشتغل كمان غرزة عشان يبقوا اتنين واعمل نفس الحركة اهي. اشتغلت غرزة بقوا اتنين، اللي الغرزة اللي ورا دي هسحبها اطلعها من فوق التانية اطلعها خالص من على الابرة، اصبحت الاتنين اصبحوا غرزة واحدة. دي كمان طريقة اهي. اشتغل كمان غرزة، الاسهل ليك اشتغليه اهي كده بقت واحدة. اشتغل كمان غرز، طلع دي احنا ممكن نطلعها طبعا بالابرة بس ايه انا بعمل لكم اسهل حاجة اهي بقت واحدة. اشتغل غرزة بايدي اهي، اسحب واحدة فوق واحدة واطلعها خالص. اشتغل كمان غرزة كده بالشكل ده. اشتغل الغرزة اللي بعد كده اهي كده، اخر غرزة ترى دي اسحب اللي ورا اسحبها قدام واطلعها من على الابرة بالشكل ده. طلع الابرة وانا ماسكه الغرزة معايا عشان ما تفكش اهي، ابص الخيط الطريقة دي. هاجي بطرف الخيط ده ادخله في الدايرة بالشكل ده. انا عايزة اخفي الطرف ده خالص، هقصه شوية دي طريقة تقفيل ودي طريقة تقفيل تانية خالص. هجيب الابرة بتاعتي ابرة الكروشيه وهدكك الخيط ده في قلب الشغل عشان ايه برضو شغلي يبقى التقفيل بتاعه نضيف وشكله حلو. ادككه كده لحد ايه مخفيه خالص
بالشكل ده كده شغل كويس اهو. التانية كمان امسك الطرف وايه بالراحة كده وادخله في وسط الشغل اهو لحد ما يختفي بالطريقة دي كده. شغلي نهيته كويس وصح بالطريقة المظبوطة، طبعا طريقتين مش طريقة واحدة، اختار اللي يناسبك فيهم. كده الفيديو بتاعنا حبايبي خلص، اتمنى يعجب حضراتكم. لو عجبك الفيديو ما ننسانيش من اللايك وتشير الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.